ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن يعني كان اليومين اللي فاتوا رغم ان كان في ارتفاع في درجات الحرارة الا ان الجو كان لطيف نوعا ما، يعني كان في نسمة هواء لطيفة كده، اجواء ربيعية. امبارح دكتورة منار نوهت ان بدءا من بكرة هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن النهاردة هيكون انتهاء الموجة المعتدلة اذا صح التعبير. فاخبار الجو ايه النهاردة؟ بالفعل طبعا اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة يمكن عن المعدلات الطبيعية. العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 31 درجة مئوية، ودي فعلا تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية بمعدل درجة لدرجتين تقريبا. نقدر نقول إن اليوم مستمر معنا الطقس الربيعي المستقر بدرجات الحرارة أقل من المعدلات، مع وجود بعض السحب الخفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية كمان بتحجب جزء من أشعة الشمس، وبعض نسمات وهبات الرياح اللي سرعتها لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعة، لكنها طبعا بتؤدي لتلطيف الأجواء بشكل كبير جدا. لكن نشاط رياح على مسطح البحر الأحمر بيؤدي اليوم إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك، وسرعات رياح بتصل هناك ل 50 كيلو متر على الساعة، وارتفاعات الأمواج على شواطئ البحر الأحمر تتراوح ما بين 1.5 ل 2.5 متر. وبالفعل ده أول تحذير بنطلقه للمواطنين المصطفين على شواطئ البحر الأحمر بتوخي الحذر التام من ارتفاع الأمواج هناك. طبعا الحالة الجوية المستقرة دي اللي عشناها كام يوم أو انخفاض درجات الحرارة كان سببها كتل شمالية بتكون درجات حرارتها أقل، مع وجود تبريد في طبقات الجو العليا. لكن فعلا من تحليلنا للخرائط داخل مركز التنبؤات والإنذار المبكر بتشير انه بدايه من الغد ان شاء الله هيكون في بدايه ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. بكره هترتفع درجات الحراره عن اليوم بمعدل 3 درجات تقريبا على اغلب مناطق الجمهوريه. يمكن الارتفاع بكره هيكون ملحوظ بشكل اكبر على السواحل الشماليه. القاهره بكره ممكن تسجل 34 درجه مئويه، السواحل الشماليه بكره بعض المناطق منها ممكن تسجل اعلى من القاهره الكبرى، هتوصل في حدود ال 34 ل 35 درجة مئوية، وده يعتبر بداية موجة من حارة إلى شديدة الحرارة هتستمر على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل. يمكن كمان مع بداية الأسبوع المقبل زي ما قلنا ده ارتفاع تدريجي، وبالتالي مع بدايات الأسبوع المقبل ومنتصف الأسبوع كمان هتصل درجات الحرارة على القاهرة في حدود ال 36 ل 37 درجة مئوية. طبعا ده هو توقع مبدئي للفترة القادمة، لأننا في فترة تقلبات جوية بشكل حاد وسريع، وارد كل ما قربنا من المدة اللي أشرنا إليها تبدأ تتغير الخرائط نسبيا، تبدأ ترتفع درجات الحرارة عن كده أو تقل عن كده. لكن حتى الآن الخرائط بتشير أنه على منتصف الأسبوع المقبل الحرارة هتتراوح على القاهرة ما بين 36 ل 37 درجة. ونشكر حضرتك دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وطبعا أكيد هنتابع مع حضراتكم وبالتفصيل درجات الحرارة. دلوقتي تعالوا نبص كده ونشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. في القاهرة العظمى هتكون 31 والصغرى 21 والعاصمة الإدارية 32-20، الإسكندرية 28-19 والعلمين الجديدة 28-18، مطروح 28-18 أيضا، ودمياط 26-20، بورسعيد 26-20 أيضا، والإسماعيلية 32-20. في السويس العظمى 31 والصغرى 21 والعريش 28-17، كاترين 29-14 وطابة 30-22، حلايب 32-24، شلاتين 34-26، شرم الشيخ 36-26 والغردقة 35-26، الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 21 وبني سويف 33-20، أما في الوادي الجديد 37-20، أسيوط 34-20 وسوهاج 36-24، إنا 38-25، الأقصر 39-26 وأيضا أسوان 39-26. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.